انا كنت قلقانه على عبد الرحمن، وهو اصلا متعود ان هو بيكلمني على طول في الموبايل، كل شويه اتصل بيه التليفون يقول لي ان هو فاتح وبعد كده يتقفل تاني. فالساعه 2 الا ربع، 2:30 نمنا، لقينا الباب بيتكسر علينا، ما اتكسرش، كاني حاجه اتفجرت. لقيت واحد ملثم داخل عليا بالرشاش ويقول لي قومي، وانا بالهدوم الداخليه انا وجوزي، اقوم ازاي يعني؟ قلت له ازاي ازاي؟ قال لي لو فتحت بقك انت عارفه هيحصل لك ايه. كذا واحد بقى ملثم دخل وراه. بعد ما دخلوا كلهم، ناس بقى بتوع امن الدوله كلهم لابسين جواكت عاديه، لبس ملكي، وداخلين عليا يقولوا لي اسكتي اسكتي، البسي هدومك. قلت له انا مش لابسه، انا مش هلبس، انا عايز اعرف انت داخل علينا ليه. يقول لي انا عايز اعرف انتوا في ايه. ودخل على الاوضه جوه على بنتي. الراجل واحد برضو ملثم ضربها في كتفها الله اعلم دي بندقيه ولا ايه، انا مش عارفه ايه هي. قال لها لو قمتي انا هعرف هعمل فيكي ايه، وخلاها نايمه على السرير وما كلمناش. راح دخل على اوضه النوم بتاع بنتي، كسر السقف علشان نشوف فيه ايه، نزل المراتب، كسر من عند البلكونه، كسر كل حاجه، التلاجه دخل فيها، نزلها من كل حاجه، كل حاجه عمال يزعق ويقول لنا لو اتكلمتوا ارفعوا ايديكم لفوق، لا ما اعرفش، انزلوا على الارض اركعوا. قلت له انا مش راكعه، انتوا اصلا انتوا بتعملوا كده ليه؟ قال لي احنا عايزين بودي، ابنك مش عارفه ارهابي ولا ايه، وعمال يتكلم في حاجات، انا عايز هدوم. قلت له ابني مش هنا اصلا، فضى شنطه بنتي من فضى شنطه بنتي من الكتب والحاجه. وبعد كده راح قال لي انا عارف انا هعمل فيه. قلت له انا عارفه ان انت هتلفق لابني تهمه. قال لي انا عارف انا هعمل ايه. وراح زعق لنا، دخل لاحمد جوه قال له احنا عايزين ابنك، ولو ما جاش تاني يوم في قصر في اسم المعادي هتعرفوا شغلكم. بس الموقف ده تقريبا اخد وقت قد ايه؟ ساعه كامله بيكسر في الشقه والانتريه، وكل السجاجيد اتشالت بالتلفزيون بكله بكل حاجه، ترابيزه الكمبيوتر طلع عليها، ترابيزه شاشه الكمبيوتر كسرها، جبنا غيرها جديده لسه بقى لها يومين، كل حاجه كسرها في الشقه، السقف نفسه وقعه لنا. طب ليه؟ جوه اهو السقف جوه حضرتك سايبينه زي ما هو، قفلنا البلكونات، البلكونه ما بتقفلش، فتح كله، هو فين هو فين؟ ولو لو اتكلمت انا هعرف هعمل فيكوا ايه. هو كان ساعتها كان مقبوض عليه، وابني كان مقبوض عليه، كان مقبوض عليه فعلا، يعني عبد الرحمن مقبوض عليه وفي اسم قصر النيل، وبيدوروا على حاجات ايه؟ ايه بيدوروا على ايه؟ ده لو كان واحد ارهابي ولا خلايا ارهابيه ما يجيش بكل ده، جايبين مدرعات. لو داخل يحارب اسرائيل مش هيخش بالشكل ده. ليه؟ داخل اكتر من 37 فرد ملثمين كلهم، وبعدين ازاي؟ واحنا هنا فين؟ دي دوله العداله اللي هم بيقولوا عليها؟ دي مش دوله عداله. وبرضه في حاجه اقولها لك، مش هسيب العراقي بالقانون وهحبسه هو واللي وراه. وكان بيقول لي انا راجل فقير لكن هفضل وراهم لحد اخر وقت، وهو عارف انا عملت ايه كويس قوي معاه في الاوضه بتاعته. وابني لما رحت زورته لقيته مضروب، اقول له يا بودي في ايه؟ قول لي يا ماما ما فيش حاجه. قلت له فيك ايه؟ قول لي فيك ايه؟ قال لي يا ماما انا كويس، انا ما فيش حاجه، انا ما عملتش حاجه. لقيته كانه متكهرب من عند مراخيره، ووشه فيه حاجه، وعنده كتافه وجعاه، انا ما اعرفش فيه ايه. ليه كل ده؟